هذا الرجل. ثم هذا ممكن يفسر ايش لما في كل يوم الثاني بيطلع لنا بدعة، مرة بقول قل هو الله احد لازم تقام قل، بدك تصير تقول الله احد، قل اعوذ برب الفلك بدك تقيم قل، طبعا طلع فيها، بعد فترة طلع في انكار السنة، بعد فترة كل يوم الثاني يطلع بدعة، كل يوم الثاني بيطلع بدعة. فهل هو فعلا من بقايا العبيدية، الدولة العبيدية الفاطمية اللي الإسلام الناس اخرجوها من الاسلام؟ وبالتالي طبعا شو قصة اليوم وليش الرجل الان صار فيه نفس شوية صغيرة الان، في الاول كان مهزوم، مين اللي دعمه؟ والتفاصيل كلها للأسف انا اليوم مش موضوعي هذا الجانب، وانما جت لما ذكر فاطمة، حتى لانه في شغلات يبدو الناس مش عم يفهموها، شو قصة الذبح هذا والتفاصيل، ومين هو هذا الرجل اللي عامل لحاله مجنون، والتفاصيل كلها، ويعني بملطس اكثر من البوزيك هذا. بتيجي بتقول له انت رئيس الدولة بقول لك ابدا انا مستقيل من زمان. طب ولا انت ايش؟ طب وابنك شو هو؟ وانت هو بتمسكهم مش من محل، وين المصاري؟ وين وزارة المالية؟ وين الكذا؟ ولا شو بتعملوا في الأمة 42 سنة؟ طب السنوسي، السنوسي